دكتور جابي ابو سليمان موجود معنا اليوم، اختصاصي بالجراحه العامه، موضوعنا التهاب البنكرياس. اهلا وسهلا فيك دكتور. اول شيء شو هو البنكرياس وشو وظيفته بالجسم قبل ما نحكي عن التهاب البنكرياس ونشوف عوارضه وعلاجاته؟ اول شيء بدي اشكرك لانك استقبلتيني برنامجك المميز على الشاشه الام تي في، وثاني شيء رح نحكي اليوم عن البنكرياس مثل ما عم تحكي ومشاكله البنكرياس. البنكرياس بحد ذاته الديفينيشن تبعه يعني هو غده، مثل في كثير غدد بالجسم، غده موجوده باعلى البطن وورا المعده وبحوطها الديودينوم اللي هو الاثني عشر. البنكرياس عنده وظيفه مهمه جدا، هو فرز الهرمونات اللي بتساعد على الهضم الدايجستشن تبع الاكل، واهم شيء بيفرز الانسولين، هي الماده الاساسيه لترجلج مستوى منسوب مستوى السكري بالدم. هالبنكرياس في عنده مجرى بيصبوا فيه كل هالهرمونات، بموصول بمجرى اللي بينزل من الكبد تبع المراره والكبد تيروحوا على الاثني عشر. بقى هيدا البنكرياس مثله مثل غيره مثل اي غده، في يتعرض لمشاكل ويصير عنده التهابات. بس يصير عنده التهابات بنسميها بنكرياتيتس. شو هي الاسباب لهالالتهابات؟ اسباب الالتهابات بالبنكرياتيتس هي عديده، اهم وحده هي اول وحده كمان هي واللي بتشكل تقريبا شي 70% من الحالات، هي البحص بالمراره ومجرى الكبد. يعني نحن هذا البنكرياس مثل ما شفناه هون كنا عم نحكي عنه، وهيدي الغده اللي محوطه باللون على اصفر تقريبا، المعده منشاله هي ورا ومبين كيف محاوطه الاثني عشر، وثاني ميل مجرى الكبد البنكرياس اللي بيصب النقطه الخضراء اللي هي نازله من المراره اللي هي مجرى الكبد. فاذا اول ما تنزل بحصه من المراره بمجرى الكبد مثل ما شايفين على الاخضر هونيك، بتنزل بتسكر مجرى البنكرياس، بس تسكر مجرى البنكرياس بيتنفخ البنكرياس بيتورم وبيبلش المشاكل، بيصير في التهابات وبتصير في عندنا الشيء بنسميه بنكرياتيتس. هيدي وحده من الاسباب. نعم. ثاني سبب واللي هو كمان شائع جدا واللي بيساوي تقريبا شيء 25 ل 30% من حالات البنكرياتيتس هو شرب الكحول بكثره. مش ضروري يكون بكثره، في اوقات ناس على شرب كحول قليله بيقدروا يعملوا بنكرياتيتس. الكحول بتتلف الخلايا تبع البنكرياس، بالتالي بس تلفهم بصير عندنا اهتراب البنكرياس بالخلايا تبعه وبصير في عندنا بنكرياتيتس كمان. في شغله ثالثه كمان هي في يكون اوقات بعض الادويه الدواء بناخده ليل بس موجودين يعني بنداولهم بيقدروا يعملوا لنا بنكرياتيتس. في اوقات من بعد ما نعمل ناضور، في اوقات نعمل ناضور لل تشيل بحص من مجرى الكبد، هيدا الناضور بيأثر على مجرى الكبد وبيضيقه يومين نعم بنكرياتيتس. وفي اوقات كثير بنسميها ايديوباتيك، يعني ما بنعرف من شو، بس ما نعرف من شو بنسميها ايديوباتيك يعني بنكرياتيتس. طيب بس بنقول التهاب، يعني شو درجة الخطورة؟ هلا بقول لك درجة الخطورة، يعني نحن عندنا الالتهاب قبل ما اوصل لدرجة الخطورة هون بنشوف على السكانر على الشمال، في عندي البنكرياس نورمال ليك شكله شو رفيع، هيدا على السكان شكله رفيع ومبين هيك عنده مثل المسبحة. على اليمين صار مضخم ليك قد ايه كبر، هون بيكون التهب بيتضخم بيكبر بسبب لنا هالوجع. بقى الخطورة كثير، في خطورة قوية جدا، لأنه في 20% من الناس بيعملوا بنكرياتيتس بيعملوا مشاكل، نحكي عن المشاكل تبعه، مشاكل كثير قويه، ومن هال 20 من هال عاملين مشاكل بنكرياتيتس فيلمينات بنكرياتيتس، في 5% بيموتوا. 5% رقم مش قليل يعني. نحن بس كثير عندنا حدا اجى عنده بنكرياتيتس بفوتوا على المستشفى مجبور، بياخذ علاج بالمستشفى مش بالبيت، حتى لو كانت حاله بسيطه وبده يفل بعد 4-5 ايام، لانه ما بنعرف كيف تتطور، فيها تتطور للأسوأ، وهذا التطور في حسب المريض بالمستشفى فيه يمتد لثلاث اربع اسابيع. يعني في عندنا مشاكل بعد ثلاث اربع اسابيع بصير في عندنا تكيس بالبنكرياس، بصير في عندنا هريان بالبنكرياس بيحترق بنسميها نيكروتايزنج بنكرياتيتس، وهذا اذا احترق البنكرياس فيه يصير في عندنا كيس عمل. تصوري في عندي كيس عمل بالبطن مليان والبنكرياس مهترق، هون بتدخل الدور الجراحي يتدخل انه يجي يفضل هالهريان ويشيل العمليات. وكذلك الامر الجراح لازم يتدخل كمان، اللي بيكون في عندنا بحث بالمراره كمان، انه كل واحد بقول للمشاهدين عنده بحث بالمراره ونوجع شي مره ما يتركها يروح يشيل المراره، لانه ما بيعرف اي ساعه بيمرق بحصه بتسكر المجرى وبيعمل بنكرياتيتس. انه يشيل المراره هو الحل. اي اذا عنده بحث بالمراره. نعم. وللي بيشرب الكحول بقول له بليز اذا عمل وجع مره من البنكرياس نوقف الكحول.
اوكي، بس يعمل وجع ويطلع من البنكرياتيت يعني من الكول، يوقف الكول. كمان السبب الاساسي كمان بعد في ثالث سبب هو كمان مهم اللي بيساوي تقريبا شي 14% من الكيات، هو التريجليسيريد. ما حكينا عن التريجليسيريد، نسبه التريجليسيريد بالدم. دونك التريجليسيريد بس يكون عالي اكثر من 600 خصوصي اكثر من 1000، يعني اكثر من 1000 اكيد بصير الريسك كثير كبير يعمل يعني بانكرياتيتس. بس ما بيعني انه اذا كان اقل ما بيعمل، فينا نلاقي بانكرياتيتس بال 500 معدل التريجليسيريد. ضروري كمان انت اللي عنده تريجليسيريد ينتبه للتريجليسيريد وياخذ دواء بانتظام وتحت ما يوصل للحاله اللي فيه. رح ناخذ اكثر تفاصيل عن هالموضوع بس بعد هالوقفه. معنا دكتور جابي ابو سليمان بي سونتي، اختصاصي جراحه عامه، عم نحكي عن التهاب البنكرياس. شو هي العوارض يلي بدها تقلنا انه في التهاب وكيف بيصير التشخيص؟ اوكي، اهم عارض هو للبنكرياتيت هو الوجع. يعني مريض بحس وجع فجاه، مش انه وجع معده بالبطن على باب المعده هون على العالي، وجع باعلى البطن، والوجع الكاركترستيك تبعه انه وجع قوي مؤلم، يعني مش انه مغصه وبتروح وبتجي، لا وجع مؤلم مستمر ثابت بدله على اعلى البطن، واكثر الاوقات بيمتد للظهر، بيضرب على ظهر المريض، يعني بحس الوجع من قدام لورا، وجع مؤلم جدا، يعني مش انه مغصه. برجع بكررها لانه مش حيلا وجع بطن هو بانكرياتيت، يعني معروف انه الوجع المؤلم جدا هو بانكرياتيت. ما بيقعد يرتاح المريض غير ما يطب لقدام، يعني بيجعلك حاله تحت لي شوي يرتاح شوي. هيدا اهم سبب. لما بنوصل لهالنوع من الوجع والعوارض بكون تقدم؟ لا، هو دغري ببلش مع دغري وجع، دغري ببلش مع وجع، بيجي وجع قوي البنكرياتيت. بالاضافه للوجع القوي اللي بيجي، في عندنا العيان نفسه استفراغ، بصير في العيان نفسه استفراغ باكثر الحالات، بصير في انتفاخ بالبطن لانه المريض بصير في عنده كسل إليوس بنسميها انتستينال، بصير عنده كسل بوظيفه المصارين، بينتفخ البطن. هودي اهم شيء، شويه حراره، مش ضروري يكون في كثير حراره، هودي اهم شيء هو الوجع، بنركز على الوجع اكثر شيء. بعدين اذا كان حاله كمان سببها بحصه بالمجرى، في يصفر المريض، يصير عنده اصفرار خصوصي بعينيه، يعني لون جسمه بصير اصفر. هول الاكثر العوارض اللي بي كيف بيصير التشخيص انه هيدا بنكرياتيت مش شيء ثاني؟ صحيح، لانه مش كل وجع بطن هو بنكرياتيت مثل ما كنا عم نقول. كيف بنعرف؟ اول شيء الفحص السريري. الفحص السريري يعني نحن بس نسال المريض، الخبريه يجي يقول لي انه وجع، بشوفه انا انه موجوع كثير كثير، وجع كثير مؤلم مش عم بيروح، هي اول شغله بتخليني نفكر بنكرياس يعني. ثاني شيء هو فحوصات الدم اللي بنجريها، فحوصات الدم اللي بيبين فيها التهاب بالدم اكثر الاوقات، التهاب قوي، واللي بيبين فيها كمان دائما تلخبط بكميه الانزيمات اللي بيفرزها البنكرياس. يعني البنكرياس بيفرز لنا هرمونات والانزيمات الليباز بتعلى، بتعلى كثير، معناتها انه في عندنا بنكرياتيت. وبالاخر تحطي لي ناكد انه هي بنكرياتيت وهي اساسيه، هي السكانر، مثل ما شفنا اخر سكانر هلا بنشوفها كمان. على السكان ببين البنكرياس منفوخ كله سوا، هي اكثر كاركترستيك راديولوجيك وبتقلنا اكيد في بنكرياتيت هي السكان. والتدخل الجراحي هو بالطريقه التقليديه ولا بغير طرق؟ التدخل الجراحي بيصير يعني بيصير بالمراحل، بمرحلتين. اول شيء في تدخل جراحي لازم يصير اذا في عندنا هيدي مثلا السكان هون، بين البنكرياس كيف منفوخ، يا حوي هذا محطوط عليه الفلاشات، كيف منفوخ وكبران. ليش سكان ضروري؟ لأنه تنفرق بين البنكرياتيت وغير البنكرياتيت. البنكرياس فيه ورم ويكبر إذا كان فيه تورم سرطاني، اللي هو هلأ مش موضوع حديثنا، دونك سكان بقلنا إذا هيدا ورم سرطاني أو بنكرياتيت، من هيك السكان كتير مهم. يعني التدخل الجراحي بيصير بحالتين. أول شيء بيكون سبب هو البحص بالمجرى الكبد أو بالمرارة، دغري الجراح لازم، بس هو المريض بعده بالمستشفى بس يرتاح بنعمل له عملية نستأصل المرارة. تاني بالمنظار ولا بال؟ لا بالمنظار، اكيد اليوم بالمنظار، الا اذا كان في مشاكل كثير قويه وما بنقدر، بس انه مبدئيا 99% منظار. تاني تدخل للحكيم للجراح هو بيكون عندنا مشاكل، صارت مضاعفات قويه بالبنكرياس ادت لاهتراب بالغده البنكرياس كلها سوا، او صار فيها عمل، دونك المريض بفوت بشوك سبتيك، بصير عنده التهابات، بصير عنده توقف بوظائف لأورغاني تانيين، يعني توقف بوظيفة الكلى وتوقف بوظيفة النفس، بوقف نفسه. دونك بس يهتري البنكرياس مجبور الجراح يفوت يشيل هالريان كله
وينظف حتى يساعد المريض انه يرجع يخلص. يقدر يعيش انسان بلا بنكرياس؟ نحن بنشيل بدل في شوي منه، مش كله، بس انه الهريان بيكون اكثريته مهتره، بيرجع بينمو وبيمشي حاله. بيرجع بينمو وبيمشي حاله. دكتور جابي ابو سليمان اختصاصي جراحه عامه، شكرا للمعلومات واهلا وسهلا فيك. ميرسي لك. وقفي هلا بنرجع نتابع لايف.